الموسيقى لكل المشاركين. ولكن ترقم نجاح الجيل رقم 6 كامونيكا يضغط النجاح الحاجز للطلب. الحمد لله هذا العام هذا كانت مشاركه مكثفه من الخيول الاجنبيه، كانت 20 خيول اللي جاوا شاركوا اللي هيشاركوا اليوم نهار السبت الخيول السباقات الخاصه بالخيول الانجليزيه الاصيله، وغدا ان شاء الله الخيول العربيه الاصيله، واللي هيكونوا فيها في هاد اليومين هادو 20 خيول اجنبيه. واليوم في اصل 6 ديال 4 ديال اسمح لي 4 ديال السباقات دوليه باربعه فازوا بهم خيول مغربيه الحمد لله، وهذا تقييم ايجابي اكيد بالاكيد. وغدا ان شاء الله كنتمنوا انه يكون الحظ للملاكه والمدربين والمغاربه باش يفوزوا ايضا باربعه ديال السباقات الدوليه على اصل 6 سباقات اليوم الغد ان شاء الله. الهدف ديالنا هو يكون تحسين ويكون واحد يعني واحد النتائج اما في المغرب او في برا بهاد الخيول هذه. يمكن نقولوا بانه كان واحد من الخيول راه حضر معنا اليوم رجع من فرنسا، كان مزداد في المغرب ومربي في المغرب، حقق واحد النتائج في فرنسا، وهاد الخيول هادو الهدف هو هذا يكون تحسين ديال هاد الخيول. انا كي قلت لك اليوم اربعه ديال السباقات الدوليه فازوا بهم الخيول المغربيه، ولكن ايضا بالنسبه للفرسان ديالنا اللي كيشاركوا مره في السباقات الدوليه، وهاد الهدف هذا هو ايضا ان شاء الله المد المتوسط او البعيد، واخا بدينا شويه خاصه في الخيول العربيه الاصيله، هو يكون يعني الخيول المزداده في المغرب يكون واحد التصدير ديالها في المستقبل. بدا في الامارات راه كاين واحد اربعه ولا خمسه ديال الخيول، واحد منهم فاز بزاف في الامارات، وهيجي دابا ان شاء الله كفحل، هو راه مزداد في المغرب ومشى حقق نتائج في الامارات، وهيرجع لها من السنه المقبله ان شاء الله كفحل باش يستعمل من طرف المربين المغاربه. وهذا هو الحمد لله هذو هما النتائج اللي بداو كيجيو دابا، ولكن خاصه كيفاش كتشوفوا قبيله المسابقه ديال الجائزه الكبرى لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي فاز بها، يعني المدرب اللي فاز بها هو كان ايضا مدرب اللي تخرج من مدرسه المدربين والفرسان اللي حققنا اللي دارت لنا الشركه الملكيه لتشجيع الفرس. وهذا بالنسبه لنا ايضا كالحمد لله واحد زعما النتيجه اكثر من ايجابيه، وان شاء الله في المستقبل باش يكون هذا المستوى ديال كل المهنيين والمستوى ديال الخيول يتحسن عام على عام. وهذا الحمد لله راه يمكن لكم ايضا تشوفوا ولا تذكروا مع يعني الزوار اللي كيجيو من اوروبا ولا من الخليج ولا من دول اخرى اللي الحمد لله كيشوفوا هذا التطور هذا. وايضا اللي هضرنا على المهنيين وهضرنا على الخيول، يعني هذا المجهود اللي كيبقى ديال المهنيين المغاربه والمساعده والمسانده ديال الشركه الملكيه لتشجيع الفرس، ولكن ايضا التنظيم يعني جودة تنظيم السباقات لهذا اللي من طرف الشركة الملكية لتشجيع الفرس. واليوم السباقات اليوم راه كان البث المباشر ديالهم في 15 دولة، منها الولايات المتحدة، منها أستراليا، منها فرنسا، منها تركيا، و15 دولة، يعني لأن داروا كيديروا الثقة في جودة تنظيم هذه السباقات هذو. الحمد لله كاين بزاف مازال ما ندير، حنا ما نقدروش نقولوا اليوم في هذا الميدان السباقات اننا من 10 او 15 دوله احسن دول في السباقات مازال، لان مشينا أو ايضا من بعيد معلوم، ولا بدا لان الهدف ديالنا هو نحسنوا، وكيف ملي كتحسن عام على عام راه الحمد لله. حنا كيمكننا نقولوا اللي يمكننا نقولوا دابا هي افريقيا حنا الحمد لله احسن قطاع ديال سباقات الخيول في افريقيا هو ديال المغرب، لا من جوده الخيول ولا من المهنيين كفاءة ديال المهنيين ولا من التنظيم ولا من اي حاجه. هذا بعدا وصلنا ليه هذا الهدف هذا اكثر من تونس ولا اكثر من افريقيا الجنوبيه ولا دول اخرى. ودابا العكس، دول افريقيا كتجي كتطلب منا باش نساعدوها باش يكون عندها واحد قطاع الخيول بصفه عامه وقطاع سباقات الخيول بصفه خاصه، وهذا هو الهدف ديالنا يكون احسن واحسن ان شاء الله.